عمر هذه الشجرة أكبر من عمر قطعها، اجتثت من فوق الأرض لأجل إعمار الرصيف. كذلك هو حال الأشجار المعمرة في بغداد المزروعة على جوانب الطرق المشمولة بأعمال التوسعة. أزيلت وأزيل معها تاريخ وذكريات، وغاب ظلالها وجمالها من دون تعويض، حتى أصبحت معمرات بغداد مهددة بالزوال. هي ظاهرة مو حضارية، واحنا مثلا نحتاجها، يعني هواي نحتاجها. احنا حاليا جاي نشاهد تصحر هواي بالمساحات واسعة يعني. بس انت مثل ما تقول احنا على مود نعوضهن، مثلا قطع لنا شجرة هنا، اوكي اقطع شجرة هنا، سوي شارع، وسع الشارع، بس بصراحة بغير مكان. مثلا عندنا هواي مناطق صحراء. احنا في السبعينات والثمانينات كنا نشوف اشجار اليوكاليبتوس، شجرة صحية تنقي الجو، تقتل الفيروسات، أفضل من شجرة الكاربس. ثانياً قطع الأشجار هي خطأ، يعني حتى الأحاديث توصي احترموا عمتكم النخلة. في مقابل ذلك تبرز مبادرات فردية لتوسعة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار المعمرة، شعوراً بمسؤولية الفرد تجاه هذه القضية. نجح المتقاعد كريم أبو مريم بزراعة بذور التمر الهندي الذي يحصل عليه مجاناً، في سبيل أن تنمو شجرة معمرة يمتد عمرها لأكثر من 100 عام. في هذه المساحات الصغيرة تعطى جميع النباتات وأقلام الأشجار المعمرة مجاناً إلى المواطنين، بهدف القضاء على ظاهرة التصحر وزيادة المساحات الخضراء، فشتان بين يد تزرع وآلة تقصع. الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع، فمن هذا المنطلق بادرت بمشتل مجاني وزعوا الأشجار للراغبين بصناعة الجمال والحزام الأخضر. مشتل للأشجار المعمرة، طموحي زراعة 1,000,000 شجرة معمرة ليكون العراق واحد من بين البلدان ليست المشمولة بالتصحر، بل بالمناطق الخضراء والسماء الزرقاء. نوصي أي واحد اللي يرمي أي بذرة يزرعها وتنتج، يعني إن لم تكن مثمرة فهي مصدات للريح، فنادق للعصافير، صناعة للجمال وإنتاج الأكسجين. ويذكر أن أمانة بغداد فرضت غرامات مالية تصل لأكثر من 25 مليون دينار على من يقطع شجرة معمرة. في المقابل تتواصل عمليات تجريف الأشجار والتجاوز على المساحات الخضراء أمام الاكتفاء بأخذ التعهدات، دون أي اعتبارات لتداعيات ذلك على مستقبل المناخ في بلد يقع على لائحة أكثر 10 بلدان تأثرا بالتغيرات المناخية. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.